مقولة بكتاب الأب الغني والأب الفقير نالت إعجابي، والتي تقول: يخبر الفقير ابنه أن يدرس بجد ليتسلق على تأثير الرسائل السلبية على أطفالنا. من منا يعلم أن ما نقوله عن أنفسنا أو لأطفالنا قد يكون سبباً في نجاح أو فشل مستقبلهم؟ لا يوجد شخص بالعالم لا يخاطب نفسه أثناء الخلوة بها، سواء قبل النوم أو بطريقه إلى البيت. وهذا الحديث الذي يدور بينك وبين عقلك يطلق عليه علماء النفس والاجتماع اسم الحديث الداخلي. الكل منا يعرف هذا الحوار الذي يكون طويلاً أحياناً، تعطي أفكاراً وتناقضها بعد لحظات، وتعترف بداخلك بأخطائك ونقاط ضعفك وقوتك وغيرها من الأقوال الداخلية. الأطفال بدورهم لديهم هذا النوع من الخطاب الداخلي، والذي يتم إنشاؤه حسب البيانات التي يتلقاها بشكل يومي، سواء من عائلته أو محيطه الخارجي. إذن كيف يؤثر ما نقوله على أطفالنا؟ للكلمة قوة كبيرة، سواء على أنفسنا أو على أطفالنا. وكذلك بكلمات القرآن الكريم، أصبح العرب أمة واحدة بعدما كانوا متفرقين بالجاهلية من قبائل وأنساب، واستطاعوا أن يقوموا بفتوحات إسلامية لم يرى العرب مثلها من قبل. الكلمة أحيانا يكون تأثيرها أقوى من السيف، كما أنه بسببها شنت الكثير من الحروب عبر التاريخ. لذلك يجب عليك أن تكون حذرا لما تقوله لنفسك أو لغيرك، وخصوصا الأطفال. هناك الكثير من الأهالي يقولون كلاما سلبيا لأطفالهم بدون إدراك منهم على ما الذي يمكن أن ينتجه هذا الكلام على المستوى البعيد في تكوين شخصيته وثقته بنفسه. فمثلا، إذا كنت من الأشخاص الذين يقول لأطفالهم: أنت حيوان، أنت غبي، أنت لا تفهم، لا تصلح لهذا، وأيضا مقارنته بالآخرين: انظر إلى ابن فلان كيف متفوق عليك. مع مرور الوقت تبدأ ذاكرته بتخزين المعلومات التي يتلقاها، ثم يقوم بمعالجتها ليجعل منها أمرا واقعيا لا يمكن تغييره، فيقنع نفسه أنه فعلا غبي وضعيف الفهم وكل أقرانه أذكى منه، ثم يفقد ثقته بنفسه، فيصبح متخوف من تعلم أي شيء جديد حتى لو كان موهوبا بهذا الشيء. طرق التعامل مع الأطفال لتحفيزهم. من المهم جدا أن ندرك إيجابيات وسلبيات توجيه الكلام للأطفال. فإذا كنت فعلا تهتم بأمر أطفالك، فعليك تعليمهم الثقة في النفس، وأن تقوم بتشجيعهم على محاولتهم الفاشلة والناجحة. معظم الأوقات نرى أبناء المثقفين والأغنياء الناجحين فنقولهم أبناء الأغنياء لهذا نجحوا، ولكن لا نرى كيف يتعاملوا مع أبنائهم وكيف يقومون بإشراكهم في بعض الأعمال الصغيرة والاجتماعات مع بعض أفراد العائلة أو الأصدقاء. مقولة بكتاب الأب الغني والأب الفقير نالت إعجابي، والتي تقول: يخبر الفقير ابنه أن يدرس بجد ليتسلق على المناصب بالسلم، بينما يخبر الغني ابنه بالدراسة والتفوق والإبداع ليمتلك السلم كله. بمعنى، حتى طرق التفكير والأحلام البسيطة تجعل من أهداف أطفالك محدودة وتقليدية. والأب الغني أو الفقير نقصد بها الفقر والغنى المعرفي والإدراكي. هناك قصة حقيقية وشيقة تبرهن على مدى قوة ما نخبر به أطفالنا على مسار حياتهم. كان الطفل توماس أديسون ذو 8 سنوات عائد من المدرسة، حامل رسالة لأمه مقفولة من طرف المدير. أعطى أديسون الرسالة لأمه، فبدأت تبكي وهي تقرأ الرسالة، ثم ردت على ابنها: يقول مدير المدرسة أنك عبقري ولا يستطيعون التعامل مع ذكائك في مدرستهم المتواضعة. بعد مرور السنوات توفيت أم توماس أديسون، فبدأ يبحث بين أغراضها، فرأى الرسالة التي ذكرته بأيام الطفولة وآخر يوم له بالمدرسة. عند فتحه للرسالة صدم بما مكتوب بها: ابنك غبي جدا، لا يستوعب مثل باقي الأطفال، لا يوجد شيئا نقدر على فعله من أجله،
دمعت أعين أديسون وهو يدون. أديسون كان طفلا غبيا، ولكن بفضل والدته الرائعة تحول لعبقري. والسؤال المطروح هنا، ماذا كان سيحصل لو أخبرته أمه بالحقيقة؟ هل كان سيستمر أو سيجلس باكيا عن قدره؟ هل كنا سنرى الاختراعات التي ابتكرها كالمصباح مثلا؟ فكر قبل أن تقصف طفلك ببعض الصفات. لا تنسى الاشتراك بالقناة لدعمنا على الاستمرار، كما يمكنك زيارة موقعنا للاطلاع على الكثير من المواضيع المشابهة تحت شعار معا نحو الارتقاء الفكري.